استوحي كتاباتي من الواقع الذي يعيشه شباب اليوم، وعبروا عن مشاكلهم وعن الآفات الاجتماعية المحاطة بهم. أحب الكلمات، أعبر عن السلام، عن الصدق والوفاء، عن الوالدين، وأغلب دفاتري زينتها بقصائد لفلسطين الحبيبة. عاشق المطالعة، وطالع لجبران خليل جبران ولمحمود سامي البارودي وغيرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليس دنيا زاد 18 سنة، طالبة بالثالثة ثانوي قسم آداب ولغات أجنبية، ثانوية الصديق عبد الله ببئر خادم. أهوى الجمل والكلمات والتعبير بمختلف اللغات. إذا حدث وجدت صديقا يساندك، فاعلم أن الحظ قرر أن يقف إلى جانب. فالصداقة ود وإيمان، حلم وكيان، يسكن الروح والوجدان. الصداقة لا توزن بالميزان، ولا تقدر بأثمان، ولا بد منها لكل إنسان. يا رفيقي، من يساويك في غلاك، ومن يساوي صدقك ووفاك؟ يا من كنت تنوي البقاء بلا صديق، بالله عليك أخبرني، ستجده بقربك وقت الشدة والضيق. كان لدي ميول جامح للكتابة والتعبير. أول ما جاتت به أناملي هي قصة أحلام حكم عليها بالإعدام، والتي تلقت استحسان الأساتذة والزملاء. بعدها قمت بتحويلها إلى سيناريو، ثم بدأت بنشر مجموعة من القصائد والخواطر على المجلة الحائطية بالثانوية، ثم بصفحتي على الفيسبوك، ومن هنا كانت انطلاقتي. ما أجمل هذا المكان الجليل، حيث تلتقي صفحات الكتب بالذات، حيث تلتقي الجمل والكلمات. أحب الكلمات، إنها تلهمني، إنها تعبر عما بداخلي، إنها تصفني. أحب الكلمات لأنها مستوحاة من جمال الكون ومن تفاصيل الحياة الهادئة. أحب الكلمات لأنها ترقص على أنغام سيمفونية تعزفها مشاعري. كلمات الأمل، كلمات المحبة، كلمات الاحترام والمودة، كلها تجمل باقة أفكاري. أناملي تعشق القلم وتحبه، دفاتري بهية الحلة، أقلامي كلها سوداء، أجل سوداء، لأنها تخط ما يحفظ في الذاكرة والأذهان، تخط ما لا يستطيع أن يتجاهله أي إنسان. أفتتح يومي بالصلاة، بعدها مباشرة أتوجه إلى الثانوية أين أقضي اليوم كاملا. بعد العودة إلى المنزل يكون وقتي بين الكتابة والمراجعة، ثم أقوم بعرض كل ما كتبت على صفحتي بموقع التواصل الاجتماعي، ثم أترجمها بلغات مختلفة منها الإيطالية والباكستانية والكورية. في نهاية الأسبوع يكون وقتي مقسما بين مساعدة الوالدة في البيت وبين تلقين الكوريين دروسا في اللغة الإنجليزية والعربية. تأتي أجيال إلى هذه الحياة وتندثر أخرى، يمر الوقت بسرعة، وها هو الإنسان، ذلك المخلوق الضعيف، يكبر ويكبر، وكلما زاد شيبا زادت حاجته لغيره. ما أروع أن يكون جيل اليوم في خدمة أشخاص غاب أملهم في الحياة، أشخاص ذاقوا ذرعا من الوحدة، أشخاص يعدون الأيام ولياليها بصمت. من منا يستطيع أن يحيا ويعيش بمفرده؟ من منا ليس بحاجة إلى من يساعده، إلى من يسانده؟ بما أنني مقبلة على اجتياز شهادة البكالوريا هذا العام إن شاء الله، سأسافر مباشرة إلى تركيا لدراسة الشريعة باللغة التركية. أحلم بترجمة معاني القرآن الكريم إلى عدة لغات حتى يتمكن من يجهله إلى معرفة قيمته. برنامج جيزي للمواهب أعطاني فرصة كبيرة لإبراز قدراتي، فشكرا لكل القائمين على هذا البرنامج، وشكرا للفرقة التقنية. أخيرا، تميز في حياتك حتى لا تنسى بعد مماتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.